بسم الله الرحمن الرحيم، وقل ربي يزيدني علما. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من برنامج فقه المرأة. اسمحوا لنا مشاهدينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل ضيف حلقة اليوم. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وفي حلقتنا النهارده هنتكلم عن صور تكريم الاسلام للمراه. الاسلام كرم المراه وهي طفله وهي بنت، وكرمها وهي زوجه، وكرمها وهي ام. عن هذا الموضوع بيسعدنا ان احنا يكون معانا النهارده الدكتور اسعد عبد الرازق علي، مدرس مساعد بكليه الدراسات الاسلاميه باسوان. اهلا بك معانا دكتور اهلا اسعد. وسهلا يا فندم، اهلا اهلا بحضرتك. وسهلا اهلا بحضرتك وسهلا. دكتور اسعد، يمكن نقول الاسلام يعني الدين الوحيد يكاد اللي هو كرم المرأة في نعم. كل بصور كتيرة، يعني لو اتكلمنا عن مكانة المرأة في الإسلام. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، طبعا الإسلام كرم المرأة لأنها مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى وقال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. لأن المرأة دي تعتبر نصف المجتمع أو جزء من المجتمع، يعني أي إنسان حقيقي يعتبر يعني الإنسان رجل وامرأة، فطبعا لا يستغني الرجل عن المرأة ولا تستغني المرأة عن الرجل، فكلاهما يكمل بعض. لذلك تجد الإسلام هو الذي حافظ للمرأة حقوقها وكرمها طفلة كطفلة، لأن كانوا زمان طبعا في قبل الإسلام كان بيقودوا الوأد البنات. البنات حية وتمام، لكن جاء الإسلام طبعا كرم البنت وحفظ لها مكان. لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اهتم بصفة خاصة بالبنات. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ قال: من كان له ثلاث بنات أو أخوات أو بنتان أو أختان فأدبهن وأحسن تربيتهن كن له حجابا وسترا يوم القيامة من من النار. النار. تمام. حتى واحد من الصحابة قال له: يا رسول الله، واثنان؟ قال: واثنان. قال: وواحدة؟ قال: وواحدة، صلى الله عليه وسلم. عليه يعني حتى الصلاة لو بنت والسلام. واحدة. لذلك تجد الإسلام، شوف يعني إيه، جعل لها حق ونصيب برضو شرعي. كانوا ما بيورثوهاش، بل بالعكس كانوا بيرثوهم من المرأة. للمرأة. حتى الرجل في الجاهلية كان يرث كل شيء عن أبيه حتى زوجة أبيه. تمام. حتى ربنا سبحانه وتعالى نهى عن هذا الأمر وقال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من آباؤكم. النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا. كان الواحد لما يموت أبوه يأخذ كل ممتلكات أبوه حتى زوجة وحتى أبيه زوجة أبيه. يتزوجها، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فجاء الإسلام حفظ للمرأة حقها كطفلة كامرأة كزوجة كمطلقة حتى وهي أرملة برضو، لما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على المسكين والأرملة كالمجاهد في سبيل الله. برضو المطلقة حافظ لها حقها، رحمها برضو، إن هي لما تطلق ما تطلقش وهي حائض حتى لا تطيل عليها العدة مثلا وتختنق بهذا الأمر. يعني صور كثير من رحمة المرأة وتكريم المرأة للإسلام لم نجدها في غيره من الديانات الأخرى. تمام. حافظ لها مكانتها وحافظ لها إيه، كرمها يعني وحافظ لها حقوقها. طب لو اتكلمنا عن الدور الرئيسي اللي بتقوم بيه المرأة المسلمة في الأسرة، يعني هو دورها وتربيتها لأبناء. يعني فوق أنها يعني مثلا المرأة قد تكون طبيبة أو مهندسة أو مثلا مدرسة أو مثلا أي شيء من أمور في المجتمع، يعني من المهام اللي في المجتمع. تمام. أهم الأدوار بقى والدور الهام والأساسي دورها كأم في البيت. تقوم دورها تربية. كأم ده أعظم الأدوار، حتى ربنا سبحانه وتعالى كرمها. لما جاء الرجل إلى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. كرمها وذكرها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من وضع، وبين إن برها من عبادة أسباب الله دخول الجنة. ومن عبادة الله. قرن برها بعبادة الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. وجعل عقوقها أو عقوقها الوالدة جعله من الشرك بالله والعياذ بالله. حتى السيدة أسماء كانت، قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أفأصل أمي وهي مشركة؟ قال: نعم، صلى الله عليه وسلم، صليها. تمام. يعني حتى يعني أسماء بنت أبي بكر لما كانت أمها مشركة، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم منهاش أنها تبر أمها أو تصل أمها. ليه؟ لأن الأم لها مكانة عظيمة كأم وكزوجة.
وطبعا ولنا في بقى السيدة خديجة رضي الله عنها زوجة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. المثل الأعلى إنها كانت كيف كانت زوجة في بيت زوجها، كانت بتواسيه بتؤازره بتشد منه، طبعا بتديله بتدفعه للأمام، تمام. فهي لازم الله. والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها زوجة سيدنا الإمام علي بن أبي طالب وابنة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت أما لأبنائها وكيف كانت زوجة لزوجها، تمام. فيعني شوف النساء دون كيف كانوا يعني ضربوا أروع الأمثلة. فهو ده أعظم دور بتأديه المرأة وبتؤجر عليه وتأخذ ثواب عليه، لأنها راعية في بيتها ومسؤولة عن رعيتها. دكتور أسعد، يمكن يعني البعض اللي بيحاول يحارب في الدين الإسلامي بياخدوا نقطة إن يعني المرأة في الإسلام إن أنت ليها نصف حقوق الرجل، إن هي لازم تتحجب، يعني بياخدوا حاجات ظاهرية على أساس ايوه يشككوا في زي تكريم مثلا، الإسلام للمرأة. ايوه زي مثلا يقول لك ايه، يقول هم ناقصات عقل عقل ودين ودين، مثلا، على نبيذة. شان يقلل من قيمه المراه. لا، المراه لها مكانتها ولها فضلها عند الله سبحانه وتعالى، لان هي جزء من المجتمع وتعتبر جزء من الرجل. وبعد كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ قال يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر ذكر وانثى، وأنثى، ما قالش خلقناكم بس من ذكر، ذكر، لا، من ذكر وانثى. يعني خلق سيدنا ادم وخلق من طلعه سيدنا السيده حواء. حواء، حتى يقول لك ان ايه، ان زوجتك دي منك، او من اياتي ان خلق لكم من انفسكم ازواجا، يعني من نفسك انت خلق زوجتك، عشان يقول لك ان هي كيانك، ان هي شيء نفس منك، المكان، يعني مش جزء حاجة. منك. يعني ما ينفعش الانسان ينفصل عن جزءه. هل يستطيع الانسان ان يستغني عن جزء من اجزاء لا جسده؟ طبعا. طبعا لا، الا اذا كان مثلا استغنى مثلا عن كلية من احد كليتيه مثلا، وهتعمل ولا تعمل مثل ما كانت تعمل يعمل الاسلام، طبيعي. تمام. لكن ده عايز يقول لك ان انت جزء منها وهي جزء منك. ربنا قال كده، هن لباس لكم وانت وانتم لباس لباس لهم. لهن، تمام. فالانسان ما يقدرش يستغني عن جزء منه او بعضه، فما راينا انسان استغنى عن بعض من جسده. لو بالعكس، لو الانسان قطعت لا قدر الله يده او قدمه، لا يستطيع الحركه الحركة. ولا يستطيع ان يدفع عن نفسه ولا يستطيع المشي ولا يستطيع ان ياخذ بقوام الحياه. فهكذا المراه، لان المراه زمان كانت المراه في العصر الجاهلي كانت شاعره، كانت طبيبة مداويه، تمام. وفي على عصر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه كانوا بيشاركوا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات، يا اما مجاهدات يا اما أو مداويات طبيبات يا للجرحى. اما مداويات للجرحى، تمام. فكانت المراه لها مكانه، زي السيده صفيه بنت عبد المطلب عمه سيدنا النبي صلى الله عليه عليه وسلم، الصلاة والسلام. الوحيده طبعا اللي اسلمت من عمات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت شاعره وكانت اديبه، تمام. بره بنت عبد المطلب، عاتكه، ميمونة، ويعني في زمان كانت المرأة بتشارك. أي نعم، كانت مثلا المهن مثلا الاقتصادية أو الطبية كانت مقتصرة على الرجال في البداية فقط، لكن من بداية القرن العشرين جعلت المرأة تشارك الرجل في مهنة الطب وفي مهنة الاقتصاد وفي مهنة الزراعة وفي مهنة الصناعة، تمام. فطبعا المرأة، ما ناخش الموضوع دي، لا، هو الموضوع دي طبعا ناقصات عقل ودين بالنسبة للعقل، للرأي، عقل في الرأي، في الرأي إن هي عقلها مثلا هي شهادتها بتتأثر بالعاطفة، يعني بتتأثر بالعاطفة العاطفة أكثر من من الرجل، الرجل. تمام. ناقصات دين على أساس إن هي يعني إيه، شهادتها نصف شهادة الرجل، تمام. لكن ما ناقش إن هي بترس نصف الرجل، أو هي مثلا لو أنا جبت شاهد بجيب رجل وامرأتان، لأن هي الرجل بامرأتان، تمام. لا، ما ناقش الحتة دي، إن هي تقليل من تقليل من قيمة المرأة المرأة. أو من كرامة المرأة، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة مكانة عظيمة. ولو لم يجعل، طب ما هو ما في غير الإسلام كانت بتمتهن وتهان وتورث وتجعل من ممتلكات البيت، وكانت لا ترث، يعني ما كانوش بيدوها في حقها في الميراث. في الميراث الشرعي، تمام. يعني ده كله كان في بعض، والأحكام دي ليها يعني
نقول التفسير الشرعي ليها، يعني هي مش أحكام ربنا فرضها كده، يعني لا لكن طبعا، كل شيء ما ليه حكمة. هو جعل طبعا ليها حكمة، يعني نصف يعني المراس نقول عشان عشان الراجل هو هو القوام، هو الملزوم، القوام لكن هي للرجل، مش ملزومة الإنفاق بالصرف للرجل. طب أو ما هو، الإنفاق. طب ما هو رحمها من ناحية تانية، ما من صور رحمة الإسلام للمرأة إنه جعلها ما تنفقش على ما نفسها، تنفقش جعل نفقتها على على زوجها. الرجل. أيوة. ما يعني ما تنفقش هي على نفسها، نفقتها على زوجها، حتى زكاة فطرة بيطلعها على زوجها، تمام. فده برضو ما احنا ما ننساش برضو ربنا سبحانه وتعالى حط لها حاجات تانية. فطبعا ربنا اداها نصف الميراث ده عشان هي اصلا ما بتنفقش، مش لذلك ربنا بتنفق. سبحانه وتعالى قال الرجال قوامون على النساء بما بما فضل أنفقوا الله بعضهم بعضهم على على بعض وبما انفقوا أنفقوا. من اموالهم، فالصالحات قانتات. وجاءت واحده من الصحابيات اللي كانوا حول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم على صلى واشتكوا الله هذا عليه الامر، قالوا يعني، يعني وسلم. قالوا ان الرجال بيحضروا الجمع والاعياد والجهاد والحاجات دي، واحنا ما نيناش يا رسول الله، يعني كيف حناخد الاجر؟ قال من صلت خمسها وحفظت فرجها واطاعت زوجها دخلت جنه ربها من اي باب شاءت. أكيد طبعا. فالمراه بعملها مع زوجها وحفظها وطاعتها لزوجها ده افضل مكان عند ربنا سبحانه وتعالى. دكتور أسعد، اسمح لنا نطلع لفاصل ونرجع نكمل الحديث مع حضرتك. مشاهدينا اسمح لنا نطلع لفاصل ونرجع نكمل الحديث مع الدكتور أسعد عبد الناصر. حي الحسان الخيران، حي الحسان الخيرات، حي العقول النيرات، حي الأنوثة في جناد المؤمنات العاقلات الداعيات إلى العلا الواثبات الناهضات. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد الفاصل، وبنواصل حديثنا مع الدكتور اسعد عبد الرازق، استاذ مساعد بكليه الدراسات الاسلاميه باسوان. اهلا بك معنا مره ثانيه يا اهلا دكتور وسهلا اسعد. يا فندم، اهلا اهلا وسهلا. بحضرتك يا فندم. في بدايه الحلقه اتكلمنا عن صور تكريم الاسلام للمراه واهم مكانتها في ان هو جعلها تورث، وكان زمان في ايام الجاهليه بيتم وأد البنات ما بيتمش ان هي ترث، وصور كتيره من صور تكريم الاسلام للمراه. لو كلمنا عن اهميه المراه كأم في تنشئه الاولاد في البيت، نعم، تنشئه اسلاميه. تنشئة الأم في البيت، يعني مثلا الأم دي مسؤولة عن أولادها، لأن هي بتجلس معاهم أكبر وقت، يعني قد تجلس أكثر من من الأب، الأب. تمام. فطبعا الأم يعني هي اللي بتأدب أولادها بتعلمهم، لذلك عشان كده احنا بنحس على تعليم بالذات الأم برضو الأم دي، تعليمها الأساس هي. وتعليم البنات برضو زي ما قال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة وتأديبهم والسلام. وتربيتهم، تمام، علشان بعدين الأم تعلم أبنائها، تعلمهم قيم الإسلام بقى، الصلاة، الصدقة، الصيام، تمام، تعلمهم أمور دينهم، تعلمهم الصدق، كيف يكون الإنسان صادق، كيف يكون الإنسان رحيم، كيف يكون الإنسان بار، لأن هي بتجني هذه الثمرات، لأنه هو لما بتعلمه الحاجات دي بيطلع هو رجل صالح صالح في بار المجتمع. بها، يعني لأن هي بتبقى كده أدت اللي عليها، فبتجني بعد ذلك ما لها بقى من زي ما حقوق، زرعت بتحصد. زي ما زرعت بتحصد، تمام. يعني ولو نظرنا العلماء كلهم، الفقهاء الأربعة أو علماء كثير، يعني الإمام أحمد بن حنبل ربته امرأة، أمه ايوه. يعني أبوه توفى وهو صغير، سيدنا الإمام الشافعي ايوه برضه والده توفى وهو صغير، اللي أنشأته أمه، يعني الإمام أحمد بن حنبل كانت أمه تلبس الثياب وتعده لصلاة الفجر، تمشي معاه للمسجد وكانت المسافة بعيدة، وتنتظره لغاية ما يصلي الفجر، وقد تنتظره في بعض الأحيان هو بيتلقى دروس العلم على شيخه اللي هو سيدنا الإمام الشافعي، تمام، وهكذا. فيعني الأم دي هي اللي بتحتضن رجال المستقبل ونساء المستقبل، فلازم تكون معلمة، معلمة تتعلم عشان تعلم بقى تعطي، لأن فاقد الشيء لا يعطي، أكيد ودي كل طبعا. إناء ينضح بما فيه، يعني أم جاهلة طبعا مش هتعلم أبنائها أي حاجة. طب ازاي يعني نقول الأم تبقى يعني في أسلوب التربية؟ يعني نقول دلوقتي مع التغير العصر بقى ووجود مؤثرات كتيرة في تربية الأبناء، بتدخل في تربية الأبناء، نقول الأم ازاي تقدر في ظل الظروف دي إن هي
تحافظ على تربية أبنائها تربية سليمة، عدم تأثرهم بمؤثرات خارجية سواء تكنولوجيا إنترنت أصحاب مش صالحين. يعني إزاي الأم في ظل الأوضاع دي، وخصوصا دلوقتي الأم بتعمل، أغلب الأمهات بيعملوا، يعني غير زمان كانوا ست ربات بيوت يعني موجودين في البيت 24 ساعة، إزاي الأم تقدر في ظل الظروف دي إن هي تنشأ أولادها تنشئة إسلامية صحيحة؟ تعلمهم الخوف من الله والخشية من الله والقرب من الله، لأن الطفل لو خاف من ربنا هيحترم أو هيحترم أمه، هيراعي مشاعرها حتى وإن كانت بعيدة منه، لكن لو علمته إنه هو يخاف منها كده مش هيحترمها إلا قدامها فقط، بعيد منه هيعمل أي حاجة. لذلك تعلم الابن، طلعه على النشأة الصالحة، تعلمه إزاي يراقب ربنا سبحانه وتعالى. أول ما يبدأ يتعلم زي كده، تعلمه إزاي يتوضأ، إزاي يصلي، إزاي تحفظه كلام ربنا سبحانه وتعالى، تخليه يتعلم القرآن، لأن الطفل لو تعلم القرآن وعرف إزاي يصلي وخاف من ربنا سبحانه وتعالى هيحترم والديه حتى لو كان خارج المنزل. طب ما هو في بعض الأحيان بيفترق من والديه، ما ممكن يعمل أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى، لو ده علمته الخوف، لكن هي تعلمه مراقبة ربنا سبحانه وتعالى، وإن ربنا سبحانه وتعالى مطلع عليك ويراك في كل لحظة، يعلم السر يعلم العلن، ربنا سبحانه وتعالى شايفك في كل وقت، ما بيفارقكش في أي لحظة، ربنا سبحانه وتعالى هيعذبك، ربنا مش عارف مش هيديك الحاجة الفلانية. تحاول كل حاجة تدخلها في ربنا سبحانه وتعالى، تقربه من ربنا سبحانه وتعالى وتحببه في الله سبحانه وتعالى، لما يطلع متدين هو بطبيعة حاله هيخاف ما يعمل أي حاجة تضره. وبرضه في نفس السنين الوقت الصغيرة، يعني بداية السنوات الأولى للطفل في البيت، يعني دي الأساس في هي التربية. الأساس دي أفضل، يعني لذلك الغرب عرفوا الحاجة دي، قال لك أعطيني السبع سنوات الأولى أعطيك رجلا، تمام، لأنه هو أول ما أخذ السبع سنين الأولانية دول هم من الزبد، هم من بيتعلم فيهم الإنسان، هم من سنوات التأسيس زي ما احنا بنقول عليهم، يعني بيتأسس فيهم، بعد كده هو كله بعد كده بيبقى عارف كل حاجة بقى، وبيطلع بيعرف يميز، بيعرف يميز بعد كده، لكن سنوات التأسيس هم من السبعة الأولى أو الست الأولى. لذلك قال لك أعطيني السبع سنوات الأولى أعطيك رجلا، دي هم من التكوين بتاع أي إنسان. فلما تعلموا طلعوا الستة دون أو السبعة دون، تعلموا على مراقبة الله سبحانه وتعالى، قوم صلي الظهر يد، هو بعد كده هو خلاص من بعد هيتعود، هيتعود أول ما يأذن الوقت بيجري لوحده بقى، يروح المسجد يا إما يصلي في البيت. طب نقول الطفل، يعني بالتنشئة الدينية دي، يمكن زمان كان في وجود الكتاب، يعني كنا بنروح الكتاب بنتعلم الدين من الشيخ الجامع، يعني دلوقتي في البعض برضو يعني يتم الأمهات لأن ما فيش كتاب فبيلحقوا أولادهم إن هم يدرسوا قرآن كريم، يعني دي برضو شيء كويس إن برضو هي كويس بتأسسه دينيا. وفي دلوقتي بتكون مثلا المؤسسات، الجوامع الحضانات، برضو الجوامع، برضو بتعمل المساجد، برضو أماكن دور لمكاتب التحفيظ، وإن كانت مش برضو زي ما مكاتب زي التحفيظ الكتاب بتاع زمان. زمان بصراحة، يعني احنا حضرنا مكاتب زمان دي كانت كل شيء، يعني كانت هي البيت والمدرسة والشارع، وكانت كل كان حاجة، كان تأسيس تأسيس من خالص. لكن برضو في، يعني دلوقتي في ناس بتدي تأسيس وبتدي دروس وبتدي تحفيظ برضو، بس وإن كان غير المساجد. يعني من المهم إن الأم تتعلم أولادها التربية الدينية دي طبعا في دي أي أول منظر، بس حاجة يكون موثوق في فيها. المقدمة، في المقدمة عشان يتأسس الابن تأسيس صحيح، عشان بعدين هو يطلع على إنه هو متأسس على حب ربنا سبحانه وتعالى، على مراقبة الله، على عبادة الله سبحانه وتعالى، عشان هي لو علمت طاعة ربنا سبحانه وتعالى هيطيح، هيحبها هي، هيقرب مني، هيخاف، زي القصة اللي حكيناها قبل كده عن الرجل اللي هو اللي خاف انه يخون عهد امه، امه علمته ادبته انه هو خلاص ما يكذبش ابدا، عرفته صدق منجي في كل الحالات، لو قدامك ايه ما تكذبش، لان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكذب تماما الا في مواطن ثلاثة، تمام، اللي هو مثلا الحرب، حديث الرجل لامرأته، وحديث المرأة لزوجها، وكمان برضو الحتة دي عشان برضو الناس بتاخدها تقول لك لا، ما الحديث بيقول انا ينفع اكذب على مرأتي وهي تنفع تكذب على جوزها، لا، هو يقصد عن كلام عن الحب اللي بيساعد على دوام العشرة، يعني مثلا يقول لها الحاجة دي كويسة هي ما تكونش كويسة، الحاجة دي الاكل ده جميل وهو لا، الكذب في حاجات، لكن مش يكذب عليها في كل الامور، لا، في حاجات
الكلام اللي يقصده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، الحب اللي هو بيساعد على دوام العشرة، عشان ما يتفرقوش، عشان ايه ما يحصلش الطلاق، لان الطلاق ده ابغض الحلال عند الله سبحانه وتعالى. برضو الاصلاح بين اثنين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ليس من الكذب ان يصلح الرجل بين اثنين فيقول خيرا وينمي خيرا، يعني يقول فلان ده بيقول فيك كذا وعاوز يجي لك وعاوز يصالحك، وبيقول هو طيب يا اخي وانا عاوز اجي اصالحه، وان كان لم يقل ذلك هذا الشخص، الا انه الانسان ده بيريد ايه الاصلاح بين الناس. وعندنا احنا بقى قاعده، يعني جلب المصلحه افضل من دفع المفسده، يعني لما انا اعود المصلحه اجلب المصلحه يعني اقدمها على دفع المفسده. طب الدكتور اسعد، نصيحه اخيره بقى لكل ام عشان تنشئ اولادها تنشئه اسلاميه صحيحه في ظل الظروف اللي احنا فيها الاخيره. النصيحة بقى إن الأم تعلمهم مراقبة الله سبحانه وتعالى، وتعلم الإنسان ينشأ تنشئة صحيحة، ما يتركش الصلاة أبدا، ما يتركش الصلاة لأي ظرف كان، تمام؟ لأن الصلاة دي أول ما سيحاسب عليها الإنسان، لو صلحت هيصلح سائر عمله، لو فسدت هيفسد سائر عمله. تعلموا الصلاة وتعلموا القرآن، تعلموا ذكر ربنا سبحانه وتعالى، تعلموا يكون قريب من ربنا سبحانه وتعالى، تمام؟ علشان إيه يعني توريه ربنا سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، لتعرفوا الصح والغلط، أو هي تعلموا التعاليم الدينية وتترك يعني تتركه لله سبحانه وتعالى هو هيوجهه، لأن العلماء قال لك إيه، أحد العلماء قال لك إذا أردت أن تعلم ابنك كل العلوم علمه القرآن. علم القرآن هو القرآن حيوجهه وحيعلمه، لأنه أنت لما بتعلمه القرآن بتخليه يحمل القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى بقى بيوجهه، لأنه ربنا سبحانه وتعالى حاشا وكلا أن يترك حامل كلامه أنه هان أو مثلا أو يمشي عبثا أو هملا في الحياة. فهي توجهه الأول، تضع رجله على الطريق الصحيح، تضع ابنها رجله على الطريق الصحيح، العبادة الصحيحة، طاعة ربنا سبحانه وتعالى، الصلاة، القرآن، الذكر، وهو سبحانه وتعالى هيوجه ابنه بقى ايه ابنه ان شاء الله. وهي الام كمان لو ملتزمه، هو الطفل ما هو بيبقى قدوته الام طبعا، لان الام دي بتبقى قدوه لابنائها، شافها بتصلي هيقوم يصلي زيها، شافها بتقرا قران هيقرا زيها، شافها لكن شافها بتتفرج على التلفزيون هيتفرج زيها، شافها بتلعب في التليفون فهي الاول تكون قدوه، الام قدوه. يعني الشاعر احمد شوقي قال لك يا الام مدرسه، اذا اعددت اعددت شعبا طيب الاعراق، تمام؟ فهي مدرسه، هي اللي بتصنع قدامها هي. لذلك الاسلام قال لك ايه عشان كده الاسلام حسن على اختيار الزوجه واختيار الام، وجعلها من اول الاساسيات. دكتور اسعد شرفتنا النهارده وبنشكر حضرتك، الف شكر لحضرتك. مشاهدينا وبكده نكون وصلنا لاخر حلقتنا النهارده، بنشكركم والى اللقاء وحلقه جديده من برنامج فقه المراه. شكرا والى اللقاء.